كيفاش كانت قبل الزاوية؟ ما كيفاش كانت معناها؟ الزاوية كما كنا تحدثوا ناس محترمة، ناس الجهة ويجي يزوروها ويجي ناس يعني كاين فيها اللي طلبة يعني تاع القرآن وكاين اللي يصدقوا ويجيب لهم الشو الصداقة كل يوم وكل يوم يمدوا كل تمر ويجي العباد كل يوم يمدوا كل واحد يمد له كتلة تمر النوبة وال اي النوبة وكل واحد يمد له معين تاع الشيشة ولا ما يا سيدي وهذا هو ونهار ونهار تعيش في الليل العيد ونهار كسرة وكانت الدنيا جيعانة جوع ياسر جوع كبير ياسر انت ما تعرفش كان يعني يجيبوا لهم الماء كان صالح جهوج يحول الماء للزاوية كان الحجي الله يرحمه يحول الماء للزاوية كان الرنة كان يحول الماء للزاوية كان يعني ياسر اللي وكل هنا دايرين لهم بهايم ويجيبوا لهم الواحد الماء يجيبوا لهم الماء للزاوية كانت الدنيا أخرى والوظيفة ديما ما تمشي والوظيفة وكذا اي كانت وظيفة وحج علي وتحمى هذاك كلب شبيه كان جاد جدال عند تمر ياسر عند النخل الرب جدك اي جد علي وتحمى اي حج علي وجي يعني قديش مرة لي وبايا نجيبوا له الممشى ايوا يشروا عليه التمر يشروا عليه التمر وعند من الخابية اي عنده واجد التمر حاجة عليه وتحمها بكري سان جدار من الناس الجدارة اللي عندها التمر ياسر الله يبارك أنا مش عارف هكا عارف حفاف وحجام ويقلع السنين ويطهر الذر اي وينحي الذر الصين وينحي الدم ينحي الدم حجام ينحي الدم ويحب كان طبيب كان طبيب يطهر ايه كان طبيب في الوقت بتاعه اي طبيب تاع الوقت وانت ولد البشير كنت عنده والله عنده من غير عنده خمس اولاد خمسه ذكور وخمسه اناث خمسه بخمسه الله يعني نقري لاني نقري في المدرسه هذه لقيتنا ويا في الحج البشير قديش عنده البشير؟ عشره خمسه وخمسه خمسه خمسه خمس بنيت لسان طيب واجد البشير هاي نعم نقري في المدرسة هذه كيف تختي للمدير هذاك صار تختي هاي الله يبارك جمال وانت الشيخ الطاهر هاي الدنيا هاك ما علاش المهم بارك الله فيكم سلام بارك سلام ربي عين